للمزيد حول تداعيات تفجير مرفأ بيروت ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت المحلل السياسي اللبناني السيد وائل نجم. أستاذ وائل، بداية مرحبا بكم. تجدد التظاهرات اللبنانية في عدد من الشوارع المحيطة بمبنى البرلمان في بيروت، يعني كيف تقرأ هذه التظاهرات وكيف تقرأ توقيتها؟ تحية لك ولمتابعي ومشاهدي قناة الرافدين. هذه التظاهرات والمواجهات الليلية التي تجري في محيط المجلس النيابي في بيروت تأتي في سياق الاحتجاج الذي، أو إذا شئت الثورة المتجددة، الانتفاضة المتجددة التي اندلعت في 17 من تشرين الأول من العام 2019 والتي تتجدد اليوم بسبب الضائقة الاقتصادية من ناحية، وبسبب الانفجار الكارثة الذي حل ببيروت من ناحية ثانية، والذي لم تتحمل الطبقة السياسية أو الحكومة بشكل سريع إذا شئت المسؤولية عنه. إلى الآن ليس هناك أي مسؤولية على أصحاب أو المتسببين بهذا الانفجار أو التفجير، ولذلك اللبنانيون اندفع قسم كبير منهم للتعبير عن حركة الاحتجاج والرفض للواقع الاقتصادي من ناحية وفشل الحكومة في معالجته، ولمسألة الانفجار الكارثة الذي حل ببيروت والذي لم يعرف إلى الآن الأسباب الحقيقية أو الرواية الحقيقية التي تقف خلف هذا الانفجار والتفجير. من هنا يطالب هؤلاء برحيل الطبقة السياسية والتي تتشكل من السلطة ممثلة بالحكومة وحتى المعارضة السياسية التي تنضوي في إطار أحزاب المعارضة، ويريدون رحيل كل هذه الطبقة لتشكيل إذا شئت حكومة جديدة وطبقة سياسية جديدة تتحمل المسؤولية وتدير شؤون الدولة. هذه التظاهرات الغاضبة تتسع رقعتها، يعني والتي يروج على أنها بسبب الفساد، يعني الظاهر أنه فساد يعني هو السبب في اتساع رقعة هذه التظاهرات، فساد إداري وفساد سياسي أيضا بحسب المتظاهرين وما يحملونه أيضا من شعارات ولافتات. استقالة حكومة حسان دياب يعني لم تهدئ أيضا من غضب الشارع المنتفض في لبنان، على أي حال يعني ما الذي يريده الشارع بعد حسان دياب من وجهة نظرك؟ هو لم تكن حكومة الرئيس حسان دياب منذ اللحظة الأولى لتشكلها لم تحظى بثقة الشارع اللبناني، مع أنها قدمت نفسها على أنها حكومة مستقلة وحكومة حياد وحكومة كفاءات جاءت بعد انتفاضة 17 من تشرين الأول، لكنها للأسف كما قلنا لم تحظى بثقة الشارع اللبناني، فشلت على أغلب المستويات الاقتصادية السياسية الأمنية، سوى ربما في إطار معالجة ومكافحة وباء كورونا أنجزت بعض الإنجازات البسيطة. اليوم الشارع يطالب نتيجة الفساد ونتيجة النظام السياسي القائم على المحسوبية والزبائنية السياسية والمحاصصة الطائفية والمذهبية والسياسية، والذي يغطي الفساد ويغطي الإهمال ويمنع المحاسبة والمساءلة. الشارع اليوم يطالب برحيل الطبقة السياسية كلها، يطالب اليوم بدولة جديدة إذا شئت، بنظام سياسي جديد يمنع مسألة الفساد ويتيح مجال للمحاسبة وللمحاكمة. يعني هذا الوضع في لبنان. نعم أكمل تفضل. لكن هذا الشيء، والواقع الحقيقي في البلد شيء آخر. اليوم الشارع يرفع هذه المطالب ويريد هذا رحيل الطبقة السياسية كلها، لكن هذا شيء بصراحة صعب. الواقع السياسي في البلد معقد. صعب طبعا ما يجري في لبنان ومتداخل، يشبه إلى حد كبير ما يجري في العراق. يعني هناك معاناة للشعبين اللبناني والعراقي أيضا. يعني نتحدث عن موضوع يعني مصادر صحفية أستاذ وائل، تتحدث هذه المصادر تقول إن رئيسي الجمهورية والحكومة يعلمان بشأن المواد الخطرة التي انفجرت في مرفأ بيروت، يعلمان بذلك قبل انفجارها، ألا يتحملان المسؤولية القانونية إلى جانب المسؤولية السياسية إذا ثبت علمهما؟ هو بكل تأكيد طبعا. أولا للأسف الشديد الرواية الرسمية تضاربت كثيرا حول مسألة الانفجار أو التفجير. ثانيا حتى الرؤساء، رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة،
وضاربت أيضا المعلومات حول معرفتهم بتخزين هذه المواد وتواريخ تخزينها من عدم معرفتهم بذلك. ثم كان هناك إقرار أنهم كانوا يعلمون، وبكل تأكيد يتحملان المسؤولية القانونية وغير القانونية عن هذا الموضوع. أستاذ وائل، عذرا للمقاطعة، هناك خبر عاجل وردنا توا، صحف أمريكية تتحدث عن أن إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات على عدد من المسؤولين اللبنانيين للحد من الفساد وتحجيم ميليشيا حزب الله، كيف تعلق على ذلك؟ هو العقوبات الأمريكية هي لا تأتي في سياق الحد من الفساد، لا أظن ذلك، لكنها قد تأتي في إطار الحد من حجم وتأثير حزب الله في الدولة اللبنانية أو في الإدارة اللبنانية. نعم، لأن هناك نوع من الصراع، نوع من الحرب غير المعلنة إذا شئت، للحد من نفوذ حزب الله وإيران، إيران في المنطقة وحزب الله في لبنان. والولايات المتحدة الأمريكية اتخذت مجموعة إجراءات وعقوبات ودخلت في إطار الحصار الاقتصادي والسياسي على حزب الله في لبنان. اليوم ربما تستكمل إدارة الرئيس ترامب هذا الموضوع من خلال الحديث عن عقوبات تستهدف منع أو الحد من الفساد في الإدارة اللبنانية. أنا تقدير الفساد كان قبل حزب الله واستمر مع حزب الله وسيستمر أيضا في الإدارة اللبنانية حتى بعد حزب الله. شكرا جزيلا لك من بيروت، المحلل السياسي اللبناني الأستاذ وائل نجم.